السلام عليكم يا احلى اخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى فيديو اليوم يلقاكم بصحه واحوال جيده. المهم اللي كنبغي نرتاح انا ايمان كتغون بلاصيني، الله يسهل عليها، كنشكرها بزاف بزاف حيت كتعطيني افكار اللي كنبغي نشاركهم معكم فعلا باش تستافدوا يعني وتعم الفائده، ماشي باش نبانوا عليكم او لا، بالعكس ما كاينش حاجه اللي غادي نبانوا عليكم بها. هنا عندها واحد الاخطاء بسيطه في الحمام، يعني في المنزل ديالها، وبغات تشارك معاكم. كيف ما كتشوفوا كان لقات الحمام هكا في داك البانيو في اللون الاسود، وداك الفايونس قديم، وداك الزجاج اللي دايرين ما طالعش حتى للفوق، يعني الحمام كامل ما كانش عاجبها، كان كيجيب ليها الضيق خصوصا باللون الاسود، يعني وما دايرينش ليه شي حاجه زوينه. وبالنسبه للارض كانوا دايرين الباركي، وراكم عارفين الباركي صعيب في باش تسيقي وتغسلي وداك الشيء، دايرين لها هذيك الطويله ديال الفوطات، هي ما كانتش عاجبها في ديك البلاصه، وحتى الاضاءه كانت ناقصه في الحمام القديم، والبلافو عالي شويه، عندها شرجم واحد ولكن مظلم جدا. وبالنسبه لتما دايرين ليها هذيك ديال الوضوء، فجات مضيقه مع اللافابو، مع كنعتذر كيف ما كتشوفوا معايا، يعني داكشي كان مربج، واخا هي كانت كتضيف اللمسه ديالها، ولكن ما كانش راضيه على داكشي اللي كدير، فهمتوا؟ يعني كانت كتمنى ان غيجي واحد النهار غادي تحيد هادشي كامل وغادي تبدل. علاش قلت لكم غير شويه نقطه نقطه كيحمل الواد اولا عرش عرش كتكبر شجره، فالواحد ما يكلفش على راسو، بشويه عليكم تاخذوا افكار تستافدوا. وهذا هو الحمام القديم قبل الاصلاح، وكيف ما كتشوفوا معايا هنا الاضاءه كانوا عندها جوج بولات وواحده مطرطقه. المهم اللي ضحك فقط، كنبغي بعض المرات ندير واحد اللمسه ديالي اللي خاصه اللي ضحككم حتى نتوما. ما كانش عندها هنا فين تدير داكشي ديال الغونجمون ديالها اولا تنظم داكشي ديال الحمام، يعني كان مربج. كان عندها هاد البلاكار صغيور كما تعرفوا، هادو قدام شويه. وهذيك جوله كامله في الحمام قبل، ودابا غادي ندخلوا للصح وغادي نبداو في الاصلاحات. اول حاجه دارتها في الاصلاحات هي طيرت هذاك الفايونس كامل، وغادي تهبط البلافون شويه. هنا باش كيهبطوا البلافون كيديروا هاد الحديدات اولا ما عرفتش شنو كنسميوهم حنا، تثبت عليهم هادوك لي سبوت بحال هكاك. وبالنسبه للبلافون يمكن كيديروا غير العود، هما ما كيديروش القبص او لا، يعني كيديروا العود وعاد كيديروا القبص. كيف ما كتشوفوا معايا بالنسبه لهنا الحيط عندها الميدي تي، داروا شوفاج تما باش ينشف داك الحيط، يعني باش تكون الخدمه من الاول صحيحه. هذا شكل الحمام بعد ما ريبوه، كيف ما كتشوفوا يعني الحمام ما بيهش، يعني متوسط، ما بين المتوسط وما بين الصغير وما بين الكبير. غادي تشوفوا من بعد كيفاش غادي تحاول دير فيه واحد المساحه. هنا بداو الاصلاحات بالنسبه للداخل، غادي دير واحد الكوليس، وغادي دير يعني الدوش لداخل. دارت الفايونس على شكل رخام بالاسود، ودارت البلينتا كيف ما كتشوفوا، يعني كتجمع هذوك الالوان كامله اللي دايره في الدوش. دارت واحد العتبه على اساس باش يجلسوا فيها، لكن للاسف ما دارهاش عريضه، يعني يعني قالت ماشي مشكل غادي تحاول تستخدمها في شي حاجه. اما في على برا، يعني في البلاصه اللي كيغسلوا فيها، يعني في بلاصه لافابو، داروا هذاك الفايونس بالابيض حتى هو على شكل رخام. غادي نخلي لكم واحد المقطع ديالها كتشرح فيه كل حاجه. هنا قربوا يسالي، واخا شدوا ليها الوقت يعني بزاف، ودائما كيف ما كنقول لكم خاص ضروري ضروري الواحد يبقى مقابل الناس اللي كيخدموا عنده او الناس اللي كيصلحوا ليه في المنزل ديالو. اكيد كيرتكبوا اخطاء، اكيد كيديروا شي حوايج ما كيتشاوروش، فلهذا ضروري خاص يكون سيد المنزل او سيده المنزل مقابله شغلها بيدها. فهذوك الرقاعي او هذوك الخطوط اللي كيبانوا ما غاديش يبقاو يبانوا من بعد. هنايا كيف ما كتلاحظوا هبط البلافون، كيف ما كتشوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي، ما غاديش يبقى اكيد هكاك، من بعد كل شيء غادي تصبغ، غيولي يبان كل شيء قبص. ما عرفتش شنو كيسميو دوك الحديدات كيشدوا عليهم باش كيكون صح. وهنايا كيف ما كتشوفوا كيديروا واحد الحيط خارج، داك الحيط ما كيديروش بالبريك اولا بال الياجور اولا، كيديروا غير العود، ومن برا كيديروا القبص، ولكن شي حاجه صحيحه باش يخليو ديك العتبه
تما باش كي باش كيزيد هادوك الشطريجمات اللي بغات هي دير. كما كتشوفوا هنايا دوز لها الانستالاسيون ديال الضو حيت غادي دير واحد المرايا هنايا، دوز لها الانستالاسيون ديال لا ماشين لافي و ديال السخون والبارد، كل واحد ولاري ديالو. بقاو تاكدوا على هذه القضيه، هذه كاين اللي كيدير لاري واحد للدوش كامل اولا الدار كامله، فبقاو تاكدوا على انه كل روبيني باللاري ديالو. ربما يتفرقع شي روبيني يا اما السخون يا اما البارد، فتسدوا غير واحد فيهم بلا ما تسدوا ديال الدار كامله او ديال الدوش كامل. وهنايا بعد اصلاحات بعد الانتهاء غادي تشوفوا معها كل شيء من برا ان شاء الله، وفرجة ممتعة وكنتمنى انه يعجبكم. المهم كنعتذر هنا، كانت كتهضر ولكن كان واحد شويه الازعاج، فلهذا حيدت الصوت ديالها ودرت الصوت ديالي بما اننا صوت واحد. المهم هانتوما الدوش من بعد الاصلاح كيفاش كيجي، قولوا لي واش بان الفرق اولا ما بانش. الارضيه دارتها بحال داخل يعني بحال الشكل ديال الحائط لداخل، وهنا دارت هاد لا بلونس باش تعطي واحد المنظر زوين وواحد الطاقه اللي ايجابيه. كيف ما قلت لكم اي بلاصه عندكم فيها الحزن اولا ديروا لها واحد البلونت، غادي تعطيكم واحد المنظر اللي رائع، يعني تبان لكم ديك البلاصه تبدلات. هنا دايره هاد الطابي بهاد اللون هذا، بالنسبه للافابو بدلات ودارت هاد الشكل اللي مربع اللي تقدروا تحطوا فيه ديال الصابون اولا اي حاجه، اللي خداته من سي ديسكاونت. فيه داك الليد بهداك الشكل هذا اللي عاطي واحد المنظر زوين صراحه. الاسود ملك الالوان، كيعطي واحد يعني واحد المنظر الزوين في الحمام، خصوصا انها عرفات كيفاش توظفه بما ان الداخل اسود برا الابيض، فحاولت انها دير الاسود باش كيبان اكثر، فلا دارت الابيض في ابيض ما غاديش غيولي يبان كلشي لون واحد. بالنسبه للموبل حتى هو قلت لكم خداته من سي ديسكاونت، هو روبيني على ما اظن. الشكل ديالو صراحه زوين راقي، وهنايا في هاد لي زيتاجير بهذا الشكل هذا. بالنسبه لهاد لي بلونت خداتهم من اكسيون، موجودين هادو في اكسيون. وبالنسبه للمرآه كتجي على هاد الشكل هذا، الاضاءه ديالها فيها كتشعل من هنايا كيف ما كتلاحظوا، وكتطفى ايضا من نفس البلاصه. صراحة انا عجبتني هاد عجبني هاد الموبل بزاف، خصوصا البرجيلات يعني عطا واحد المنظر كلاس بزاف. هنا كانت غادي دير الماكينه اولا لا ماشين لافي، لكن غادي قالت غادي تزاحم ليا الدوش، فدارت هاد السليله اللي خداتها من اكسيون. صراحه الشكل ديالها زوين هكا كتجمع فيها الوسخ وكيبقى مجموع. دارت تما لا بوبيل اعزكم الله، قولوا لي كيفاش جاكم هذا الشيء. وهنا علقت وحده ديال الفوطات صغيره حسن من اللي كانت عندها. بالنسبه للدوش درنا هذه الاوركستري هكا باش ما كيجيكش التيو تمايا من برا ذاك الوقت. هذا هو الكوليس هكا هكا، الداخل درناه كله في الكحل ما غبغي برا، ما غبغي كحل، والداخل ما غبغي بلون. تما لادوش ودرنا هاد لابوند ديال الموزايك دايزة فيه كامل بحال هكا. تما هاديك لادوشيت هاكا اللي بغي يجلس ويغسل شعرو ولا هادي. وتما درنا لينيش كلشي مع هاد لي بتيت بلونت هاكا، تا هما من اكسيون. و هنايا ميلونجور اونكاستري تا هو هاد الميلونجور، و تما درنا هاديك الدخيلة هاكا باش فيها لي برودوي، و حتى تما واحد الكريسي فيه لي جوا ديال الامير يبغي يجلس. وهذه لا دوشيت تحت هاد الموبل البنات دايره لي برودوي ديالها نظيف.
كيف ما كنت لاحظه. المهم داك الشيء باقا ما رتبتوش كيف ما بغات، راه يلا صلحات، مازال ما خداتش واحد الغونجمون باش تبقى دير فيهم دوك لي برودوي اللي في الحمام الداخل. هنا خدات هاد الغونجمون دايره فيها السوشوار، دايره فيها كاع لي بروس، دايره فيها السيمبود كيف ما كتشوفوا، يعني جامع ليها كاع داك الشيء اللي كتقاد به شعرها. صافي منظمه بهذه الطريقه. بغات تاخد بحال هادي باش دير فيها دوك لي شامبون كاملين اللي في ديك الدريجه اللي دارت في الدوش. وهذا كنتمنى الفيديو يعجبكم، كنتمنى تكونوا خديتوا فكره وبصحتها وراحتها، وكنتمنى ان شاء الله يدخل عليها بالصحه والسلامه والرزق وطولة العمر، وان شاء الله حتى نتوما تحققوا كاع داكشي اللي كتمناو. وكنتمنى تكونوا استفدتوا، يعني خديتوا افكار بالنسبه للحمامات اللي تكون ضيقه، خديتوا هكا واحد النظره شامله ولا قباليكم حتى نتوما كاملين. اي وحده كتمنى تصلح دويرتها، اي وحده كتمنى دير داكشي اللي كتبغي، والعقبال عندكم ان شاء الله. وبسلام عليكم، وما تنساوش تحطوا لايك الا بغيتوا ايمان مازال تشارك معكم داكشي ديال الحمام، داكشي اللي كتزيد يعني الديكوراسيون. انا كتعجبني صراحه بالتنظيم ديالها، فلهذا الاغلبيه ديال البنات كتعجبهم داكشي علاش كنشارك معكم الفيديوهات ديالها والتنظيم ديالها. ومازال ان شاء الله غادي تحط واحد الفيديو رائع جدا من هنا لقدام، فحطوا لايكات بزاف.